بعد تسجيل إصابات بالحمى النسفية في البصرة، تشن الحكومة المحلية حملات للسيطرة على الموقف. اللجان المشتركة تتابع عمل الجزارين ومربي المواشي، مسجلة مخالفات فرضت على إثرها غرامات وأغلقت محال عدة. تشكلت لجنة بأمر إداري من قبل السيد محافظ البصرة برئاسة المستشفى البيطري وعضوية كل من دار صحة البصرة ومديرية بلدية البصرة والبيئة والزراعة وبحماية القوات الأمنية للقضاء على ظاهرة الجزر العشوائي والرعي العشوائي في مناطق البصرة. تم فرض غرامات مالية تتراوح قيمة هذه الغرامات بين 250 ألف دينار إلى المليون دينار عراقي. أيضا تم التجديد والتأكيد على الجزارين أثناء تعاملهم مع اللحوم بارتداء الكفوف وارتداء الصداري، وأيضا الالتزام بالشروط الصحية من ناحية نظافة المحل، من ناحية أنه اللحوم اللي موجودة تكون مذبوحة داخل المزرعة. مجزرة وحيدة في مدينة البصرة أنشئت بعيدا عن مركز المحافظة، وهي عاجزة عن استيعاب الأعداد الكبيرة من المواشي بحسب جزارين طالبوا بالاهتمام بالبنى التحتية والطرق المؤدية إلى المجزرة التي ما تزال وعيرة. هذا مقصب واحد ما جاي يكفي، وجاي نتأذى بالشوارع مالته، بكل شيء جاي نتأذى، على مود احنا ما دام احنا عندنا التزام، على مود هم يلتزمون ويانا، ناخذ راحتنا بالذبيح بالروحة بالرجعة، شارع مثل منظم مرتب. وتشير إحصاءات رسمية إلى احتمال تعرض ما بين 10 إلى 40% من المصابين بالحمى النسفية إلى الموت، في حين تؤكد الدوائر الصحية على إمكانية معالجة المصابين. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.